تاني في لوحة معماري عايزين نحولها من معماري لإنشائي، احنا بنقطع في منسوب نص الدور ونبص لفوق، اللي بيظهر عندنا في في الرسمة الإنشائي البلاطات والكمرات والعمدان. لما تجيلك بقى لوحة معماري، أول حاجة تبدأ تبص عليها إن أنت تشيل أي حاجة ليها علاقة بالمعماري، الأبواب، الشبابيك، الأبعاد الداخلية، لأن مفيش إنشائي بيعمل أبعاد داخلية، التشطيب، أي حاجة ليها علاقة بالمعماري تمسحها. فدلوقتي لما نبص على اللوحة دي كده من جوه، يعني في شبابيك أهي، في أبعاد داخلية، الحاجات دي مش هنحتاجها، تمام؟ طيب أول حاجة إن إحنا عايزين نشيل الأبعاد الداخلية. نيجي عند اللاير بتاعت نعملها بلاير ايزوليت كده، تختار اللاير بتاعت الابعاد، ادوس انتر كده ظهر لي الابعاد. بس خلي بالك بقى وانت بتمسح الابعاد الداخليه دي ان انت ما تمسحش الابعاد اللي بره. الدايرة دي ماشي فين؟ اي دايره، في اللوحة اللي جنبها. عشان انا كنت راسمها بنفس اللاير دي بس بلون تاني. احنا دلوقتي شغالين على اللوحه دي، سيبك من اللوحه اللي على جنب. تيجي بقى تختار كده، يعني خد بالك وانت بتختار انك ما تختارش الابعاد اللي بره، تمسحها. حلو. بعد كده البعد اللي توتال اللي هو من بره ده، البعد الكلي، لا امسحه، مش انا يعني مش هنحتاجه. حلو كده، احنا عايزين نظهر اللوحة تاني اللي هي انا ايزوليت. تمام، اللوحة كده ظهرت. ايه تاني محتاجين نشيله؟ الابواب والشبابيك. تعالى بقى برضو بلاير ايزوليت، اظهر الشبابيك، الابواب اللي هي بتبقى واخدة قوس كده دي، والشبابيك، الشبابيك اللي هي اللون ازرق هنا دي، اختارها كده من غير ما تختار المحور بتاعها وادوس انتر. احنا عايزين نمسح كل اللي ظاهر ده. ده كده ظهرهم تاني اللي قرأنا ايزوليت. طيب ايه تاني محتاجين نمسحه؟ اه التكست اللي جوه برضه لير ايزوليت. اه في حاجه نسيت اقولها لكم، في السلم، السلم المعماري بيبان خط دوتت وبعده خط سوليد، خط دوتت وخط سوليد، لكن الانشائي اللي احنا قلنا اللي بيبان دوتت بس، لان هو الخط اللي هو اللي بيعمله ده دوتت واحد واحد دوتت واحد سوليد، بيبقى واحد تشطيب وواحد الحد، فاهم؟ لكن فاحنا ما بنعملش كده. يعني بصوا، عايز القلم، هو بيظهر خطين، الخط ده والخط ده، احنا ما بنظهرش التشطيب ده، التشطيب احنا مش عايزينه، احنا بنظهر بس ده كده خط دول. تمام، فمن نفس الرسمه احنا بنمسح الخط السوليد بس ونسيب الدوت. فنيجي كده ايه الحاجات اللي احنا محتاجين يعني نظهرها لوحدها دلوقتي عشان نمسحها، الكتابه والخط السوليد اللي هنا. تمام، هدوس انتر. بس خلي بالك ان انت ما تمسحش الرموز بتاعت المحاور اللي بره دي. كده اللير انا ايزوليت تاني. ايه تاني محتاج يتمسح؟ كده خلاص مفيش حاجة تانية محتاجة تتمسح اللي تحت ده. هو ايه ده؟ ثانية واحدة، ده تهشير. تمام، فسيبه. اي حاجه تحس ان انت مش عارفها بص اقف عليها وبص على اللاير بتاعتها، بيبقى مكتوب باسم اللاير حاجه تدل على ايه دي. في شبابيك هنا، بص الشبابيك اللي هنا ما اتمسحتش،
تعالى اختارها كده واعمل لها لير ايزوليت. الموضوع ده حصل معايا امبارح، لما كل لما تعملها ايزوليت تختفي هي كمان معاهم، اعمل لها اكسبلود، لان هي كان المعماري عاملها ببلوك، فبلوك بتتحط زي ما هي كده، فانت اعمل لها اكسبلود عشان تتفك، بعد كده اعمل لها لير ايزوليت هتتعمل. اعمل كنترول زد اختارها. هي كانت تاني لوحة من على الشمال صح؟ لما توقف عليها بيختار المحور اللي بيمر بيها، فانت اختارها كده واعمل اكسبلور. بص لونها اتغير حتى. بعد كده اعمل بقى لير ايزوليت تاني. بعد كده ظهرهم لك امسح، بعد كده اعمل لير انا ايزوليت. في كده في حاجة تانية محتاجين نمسحها؟ الفريم ده هنمسحه ولا نسيبه؟ لا سيبه، انت كده كده هتعوزه برضه في الانشائي، ما بيبقى فيه فريم. اللي مرسوم بالاصفر ده دي حوائط، تمام؟ انت المفروض ان انت تمسحها، بس مش هتمسحها لان انت هتحط مكانها الكاميرات، فسيبها موجوده عشان تعرف اماكن الكاميرات يعني. كده احنا مسحنا كل حاجه احنا مش عايزينها، هتبدا بقى ناقص ان انت تحط عمدان انشائي باللير بتاعت الانشائي بتاعتك. العمدان في الانشائي بتتعمل بلاير غير اللاير بتاعت العمدان المعماري، تمام؟ بتبقى انت بتاخد بقى اللاير زي من لوحه زي ما قلت لكم، بتبدا ترسم العمدان تاني مكان العمدان دي باللاير بتاعتك بتاعت الانشائي، حلو؟ والتهشير برضو تعمله. بعد كده بتبدا ترسم الكمرات في الاماكن بتاعت الحوائط دي باللاير بتاعت الكمرات بتاعت الانشائي، تمام؟ كده بتبدا بقى تكتب اللي هي مثلا اسم الكمره، مثلا 25 في 70، سمك البلاطه بتكتبه وتحطه في دايره، الحاجات اللي هي بتاعت الانشاء اللي عملناها في اللوحه اللي قبل كده بس. مفيش اي كده، مفيش اي حاجه تانية. وطبعا بتغير اسم اللوحه بقى من لوحه معماري لوحه انشائي على حسب مثلا دور ارضي دور متكرر كده، تمام؟ لما تيجي تاخد لوحه من حد تاني عشان اللير او حاجه هتبدا تشتغل عليها، طالما مش نفس اللوحه اللي انت بتحول من معماري الانشائي بتاعها، يعني انت واخد كنموذج يعني عشان يظبط لك اللير وكده وتبدا ترسم جواه، امسح المعلومات بتاعت اللوحه، بيبقى فيه المعلومات اللي انا قلت لكم، اسم المالك، اسم المشروع، اسم الشركه، الحاجات دي امسحها. دي يعني دي اهم حاجه، ما ينفعش ان انت تبقى واخد زي اللي بيغش في امتحان، ما ينفعش ينقل الاسم وهو بيغش يعني بتاع صاحبه، تمام؟ بس كده هتبداوا انتوا بقى تشتغلوا دلوقتي. اهم حاجه ان انتوا تشيلوا الحاجات المعماري وتبداوا بقى ترسموا الكمرات مكان الحوائط دي، تمام؟ بس حد عايز اي حاجه تاني؟ عشان اغير اللير مثلا افتح فايل جديد مثلا واخدها. خد لوحه انشائي، لوحه انشائي اعمل لها كوبي عندك هنا عشان اعمل لها كلير انشائي، عشان اسيب المعماري زي ما هو. انت بتاخد لوحه انشائي من بره تحطها عندك عشان يجيب لك لير انشائي بس كده، تبدا ترسم معاه. حد عنده اي سؤال قبل ما تبداوا انتوا؟ انا امسح الجدول اللي تحت ده بس ولا ايه؟ انهي جدول اللي هنا ده؟ انت ممكن تسيب فريم الجدول لكن تمسح التفاصيل اللي ما تهمكش، يعني مكتوب اسم حد كده انا ما اعرفش هو مين، امسح، انت مش هتعوز الاسم ده في حاجه، اكتب بقى اسمك انت يعني لو انت اللي عامله. كده صارت ايه؟ كده صارت. لا ما انا عشان كده عشان كده بقول لك امسح. حد عايز اي سؤال؟ هنشتغل على اللوحه الثانيه معماري، اللوحه الثانيه من على الشمال، تمام؟ حد عايز اي حاجه؟